مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال ضرورة الشمس بالنسبة للأرانب حديثي الولادة. كما كتشوفوا معايا راني خرجت هاد يعني الأرانب، كما كتشوفوا راه العدد هادشي راه أربعة ديال النتوات اللي راهم والدينا هادشي تبارك الله. إذا شحال واحد غادي يقول لك لا ما في هاد الفتره هادي كيفاش غنتعامل معاهم، كيفاش واش نخرجهم، كيفاش واش ما نخرجهمش. الجواب هو ان الاكتظاظ ديال الارانب كيخليهم انهم كيتعلموا كيزعموا. الا خليتيهم غير في الولادات كونوا متاكدين انهم ما غاديش غادي يبقاو غير ساقرين، وغتكون التربيه ديالهم يعني هما يوليو خايفين. والارانب اللي كيكونوا خايفين سمو كيوقع لهم كيوقع لهم انهم كيوليو ما كياكلوش مزيان، يعني ماشي هما هما كينوضوا ويتعلموا دغيا ويكبروا دغيا، لا كيوليو غير بحال نقولوا شي واحد ما جايرش. حنا كنقولوا ما جايرش، الا ما جايرش كيولي عندك واحد الارنب خامول ما قادرش. دابا هما هنايا كيتخافوا على الماكله، هذاك الاكتظاظ مزيان لهم مزيان، يعني إضافة إلى الماء. هانتوما كما كتشوفوا ديروا طويسات صغيرين ماشي طويسات كبار، لأن ممكن أنهم يغرقوا تمايا وما يقدروش يخرجوا. هي طويسة صغيرة، وهاد الطويسة كبيرة درت فيها الخشبة كما كتشوفوا معايا باش تحوزهم ما يمشوش يغطسوا. بالإضافة إلى الشمس، الشمس راه هي اللب ديال 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 التربية ديال الأرانب. يعني ضروري أنكم مرة تخرجوهم، ولكن ماشي أشعة الشمس الشمس مباشرة. لاحظوا أنني هنايا أنتم أني حال عليهم واحد شوية هنايا هكا، ولكن غير شوية واحد قسمين ولا ونحي ويعني نغطي عليهم. عاوتاني المرة أخرى عاوتاني نحل عليهم شوية ونغطي عليهم. أنتم كما كتشوفوا راه كياكل فصة عادي، هذا راه في عمر 20 يوم. شحال من واحد غادي يقول لي لا ما يمكنش، ولكن عمر 20 يوم أنا كنعطيهم ياكلوا الفصة اليابسة. ويعني بالتجربه هانتوما هذا الاكتظاظ هذا راه مزيان لهم، هكا راه مزيان لهم. معليش واخا تشوفوهم هكا راهم مزيان لهم. هانتوما هكا دابا كي يتنافسوا على شكون غادي ياكل مزيان مزيان. بالاضافه الى موضوع اخر، وهو منين تخرجوهم يعني للبلايص ديالهم، حاولوا انكم تنقيوهم. انا دابا داك اللواط ولا النجاره ولا اي واحد دير شي حاجه يعني باش يعني تدفيهم، حاولوا انكم تبدلوا هذاك الفرشه، ما تخليهمش داك الفزق ديالهم يبقى عزكم الله والفضل، لان في هذه الوقيته هذه راه كيبداو يفزقوا. الا بداو كيفزقوا وخليتيهم تمايا غير مكمكمين تمايا، واحد النهار الله يحفظ الله يسر كيخرجوا بالجرم. هذه راه معروفه هذه. اذا الطريقه باش نظفوا يعني البلايص ديالهم انا غادي نوريكم كيفاش. اذا بخاخ عادي، هذا راه ماشي هاد العلامة التجارية، هذا راه غير قرعة خاوية يعني تسالينا منها، هادي ديال البرودوي ديال البوطة تسالينت منه. كتغسلو بالماء والقهوة، قهوة وجافيل، يعني القهوة انها كتحيد هذوك الروائح اللي كيكونوا في ديال اي قرعة بغيتو تغسلوها. ديرو فيها التخ ديال القهوة ومخدوها مزيان، راه ما كيبقاش فيها هذاك يعني التأثير ديال داك المحلول. درت فيها الخل، يعني معلقه ديال الخل وعمرتها بالماء، ودرت فيها معلقه ديال ارشي. كتخلط المحلول جيدا وصافي، وكتقطرش بها المكان ديالهم. انتما كما كتشوف بهذه الطريقه كلهم يعني كاع يعني الماري، انا راني مرقمهم هنايا، هي 4 3. المهم شحال من واحد غادي يقول لي هاد الترقيم يعني اسمه هو، يعني علاش مرقمهم؟ انا غادي نوريكم علاش مرقمهم، انتم تبعوا معايا. اذا مرقمهم لان ما يمكنش ان منين نتخلط الصغار غادي تعقل عليهم، يعني ما يمكنش في الحقيقه، لان كيكونوا عمر واحد ما يمكنش انني دابا نفرز بيناتهم. ولكن انا هنايا راني مقيد ورقه وداير الام رقم واحد راه عندها هاد يعني لي بابيون، هاد لي بابيون كلهم راه ديال الام وحده. هانتوما يعني جاتني ساهله هاد الشانشيلا و
البنية يعني القهوية والسوداء هما جوج راني دايرهم عوتاني ديال أم وحدة، يعني نقيدهم في ورقة عادي ماشي مشكل، باش منين تجيو تردو عاود هنايا راني مقيد هذا البابيون الأصفر والمزركش والأبيض وجوج جوج السوداء مقيدهم ديال الأم رقم ثلاثة والباقية ديال الأم رقم أربعة، باش منين نجيو نردوهم ماشي نردوهم مخلطين، ماشي نردوهم مخلطين، لأن الأم إلا مشات تعرفت الصغار ديالها مبدلين عليها ممكن أنها ما تردعهمش، ممكن أنها تعيق بهم، يعني حالة نادرة ماشي واخا هي واخا تبدل الصغار ما كيوقع والو، ولكن من الأحسن كل حاجة ردوها بلاصتها باش نعرفو تا العمر ديالهم، يعني أي واحد العمر ديالو عاوتاني الأم إلا كانت باغات تولد مرة أخرى نعرفو التاريخ ديالها وفوقاش غادي نفطموهم، ماشي نخلطو داك الشيء ونبقاو غير كنخربقو كنرونو، لا أي حاجة عندها الضوابط، بقاو ستيلو هذوك رقموهم رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة، ولا عندكم قاطع بزاف رقمو داك الشيء، كل حاجة حطوها بلاصتها صافي سهلة، منين العشية مثلا لأن الطريقة هذه بقاو تديروهم من العشية للعشية تردوهم للأمهات ديالهم، لأن الحليب أولا ضروري بالنسبة للحليب، وثانيا يعني كتعلم كتولفوهم أنكم واحد النهار غادي تفطموهم، يعني هذه الطريقة أنا كنستعملها راني فايت درتها في فيديوهات ديالي، أن كتعود هاد الصغار أنهم واحد النهار غادي تفطموا، ماشي ديما تكون شادو مع الأم ديالهم واحد النهار تقول صافي أنا غادي نفطمهم، هذه كيسميوها صدمة الفطام، راه كاين اللي كيتصابوا بصدمة الفطام، صدمة الفطام فيها أنهم كتبعدهم على الحليب على الأم ديالهم، كيخافوا كيوليو خايفين، ثاني حاجة كيديروا الأكل كاين اللي ما كيعرفش كيبقى يعطيهم الخبز كارم حتى كيدكهم بالتالي كيبقاو يموتوا له، إذا طريقة بسيطة وسهلة، يعني حاولوا أنكم تتبعوا هذه الخطوات وإن شاء الله إذا درتوهم راها إن شاء الله شعارنا ديما كنقولوه في القناة ديالنا هو الخير جاي لقدام، إذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادا بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم، ساندونا بزر جام وما تنسوناش يعني بهاد اللايكات ديالكم هما اللي كيدعموا القناة، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.